ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنشرح طريقتين لتغيير حجم ايقونات سطح المكتب، وده مفيد للي بيعانوا من مشاكل النظر او صغر حجم الشاشه، او الاشخاص اللي بيحبوا تكون الشاشه كل حاجه فيها كبيره وواضحه. طيب الطريقه الاولى بكل بساطه انك تيجي عند سطح المكتب وتدوس كليك يمين، وعندك هنا كلمه فيو بتلاقي فيه 3 اختيارات. الاختيار الأول اللي هو Large Icon, Medium Icons و Small Icons. طيب لو اخترنا كلمة Large Icon بتكون الأيقونات فقط هي اللي كبيرة، وكل حاجة زي ما هي زي الديسك بار مثلا، أو لو دخلنا على الهارد هنلاقي كل حاجة ايه الحجم المتوسط بتاعها، تمام. طيب الحاجة التانية الميديوم بيكون شكلها الشكل الافتراضي العادي بتاعنا، ومن غير ما نغير حجم أي شيء في الكمبيوتر. والتالت بيكون سمول، كل حاجة صغيرة زي ما احنا شايفين كده حجمها بقى صغير، وبرضو الداسك بار وكل حاجة موجودة زي ما هي. طيب دي الطريقة الأولى، أنا عن نفسي بفضل دايما تكون ميديوم بالشكل ده. طيب الطريقة التانية إن احنا ممكن ندوس كليك يمين ونيجي عند كلمة Display Settings، ولازم يكون عندك كارت الشاشة متعرف. أوكي. بعد ما بنخش بتجينا الشاشة دي، بننزل تحت بنيجي عند الاختيار ده وبنخليه، لو في الطبيعة هو دايما بيكون 100% بالشكل ده، لو خليناه 125% لاحظ هنا انه مش فقط ايقونات سطح المكتب كبرت، لا حتى ديسك بار وحتى المكونات الهارد برضو كل حاجة فيها كبرت زي ما انتم بتشوفوا كده، كل مكونات الشاشة كبرت. ده الفرق بين الفيو والفرق ان احنا نروح لديسبلاي سيتنج ونغير الحجم من هنا. تقدر تغير لغايه 150، تقدر تغير شايفين كل ما بكبر كل ما المكونات بتكبر اكتر واكتر، ولكن انا دايما بفضل تكون كده بالشكل ده وتكون على الميديوم. وبس بكده بكل بساطه، هي دي المعلومات اللي انا حبيت اقولها لكم. اتمنى تكون فيديو مفيد وقصير. نلتقي في فيديو جديد وسلام. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in.